هاد الزيادة اللي كانت مقننة عندنا في القانون الداخلي والقانون المالي للمؤسسة على أساس أنها كتكون كل 3 ديال السنوات وبواحد المعدل اللي ما كيتجاوزش 10%. تفاجأنا هاد العام بأن المؤسسات اتخذت قرار أحادي في أنها تزيد على الأسر ما يفوق 10% كزيادة غادي تقسم على سنتين ابتداء من 2024 يعني الدخول المدرسي القادم. حنا كنرفضوا هاد الزياده هادي وكنرفضوا حتى الوقت ديالها اللي فرضت علينا المؤسسه بواحد القيمه ديال 2000 درهم لكل طفل كزياده اوليه. جلسنا معهم في واحد الحوارات واحد الاجتماعات وصلنا انهم نقصوا لنا 1000 درهم ولكن كتبقى الزياده اللي غير مشروعه. الحاجه الثانيه اللي مجموعين عليها هو الرفض للبنود اللي مسحتها المؤسسه من القانون الداخلي والقانون المالي اللي كانت اللي كانوا الاباء كيسنيو عليه واللي كتمثل في زياده كل 3 سنوات. دابا المؤسسه مسحتها من العقد اللي بيننا وبينها على اساس غتكون زياده على فوقاش ما بغات المؤسسه، يعني فوقاش ما لقات راسها محتاجه الفلوس غادي تزيد على الاسر. كنتمنوا ان المؤسسه ترجع على القرار اللي خدات وانها تعاود تجلس معنا على طاوله الحوار واننا نلقاو واحد الحل وسيط اللي غادي اللي ما غيضرش المؤسسه وفي نفس الوقت ما غيضرش الاسر. حنا نورمالمون اون افي ان كونطرا ان ريغلومون اللي كي اوبليجي ليكول انها ما تمنى اون اوغمونطاسيون كل 3 سنين افيك ان بلافون ديال 10%. مالوروزمون هاد العام اون ايتي سوربري ان ليكول الى اكزيجي اون اوغمونطاسيون ساشون كو لا بروشين اوغمونطاسيون كانت بريفو في سبتمبر 2025 اي دوبوي l'association des de parents, il a essayé de contacter pour trouver un compromis, chose qui n'a pas été faite. L'école, il a insisté, il a exigé, il nous a envoyé un nouveau règlement, où il a exigé avec le règlement est valide, sachant que le règlement, il ne nous protège pas en tant que parents et il ne protège pas les enfants, parce qu'il précise la plafond des augmentations, les prix, les tchèches. En même temps, en tant que parents, on a demandé à plusieurs reprises une revue de la qualité. Vu qu'il y avait beaucoup de départs des profs, changement de la direction, on aimerait que l'école, à le moment, au lieu de se focaliser sur les prix, de se focaliser sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. On espère que l'école respecte les engagements d'elle, et que les valeurs que nous apprenons nous l'aidons. يحترموا الحاجات يحترموا لي زونغاجمون ديالهم. كان اون اوس ديال لي دغوا دانسكريبسيون هنا في الاداره في ليتابليسمون وحاولنا معاهم نيغوسيو مع الناس ديال عندنا جوج ديال لي زاسوسياسيون ريبريزونتاتيف ديال هاد ديال الاباء جمعيه الاباء حاولوا معاهم باش مشيو في نيغوسياسيون باش نشوفوا شنو الاسباب اللي خلاوهم انهم يديروا هاد لاوس دي بري، مي في الاخير ما توصلناش الحل وهذا اللي جعلنا اننا نلجؤوا لهاد الطريقه هذه للتعبير عن الاشمئزاز ديال الاباء. على حسب جمعيه الاباء هذه كنا بدينا بهاد المرحله هذه وكاينين واحد الشيء اخرى غنقوم بها ولكن تنحاولوا نمشيو تدريجيا من حاجه لحاجه، مي كاين بعض الاشياء اخرى اللي ممكن نقوموا بها على المستوى القضائي على مستويات اخرى. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.